صباح الخير يا كيجي، كيف حالكم؟ إن شاء الله مبسوطين. معكم مس روان. اليوم رح نتعلم يا كيجي على رسمة جديدة، إن شاء الله بتعجبكم، بتكون سهلة عليكم وكلكم تعرفوا ترسموها. أول إشي كيجي رح نحتاج لقلم رصاص ألوان، اللي عنده ألوان أكثر من لون بجيبه، ورقة فاضية أو دفتر رسم للموجود عنده. أول إشي كيجي رح نعمله اللي هو راح نحط ايدنا كيجي بالشكل هاد على الورقة. كيجي الرسمة الاولى كنا حاطين ايدنا بالشكل هاد، الرسمة هاي راح نحط ايدنا بالشكل هاد وراح نفتح اصابعنا شوي وبدنا نرسم الايد. نيجي كمان يا كيجي منحط ايدنا مرة تانية، الايد التانية منحطها بالشكل هاد، منحط اصبعنا الكبير منحطه هون ونرجع نرسم الكفة التانية ومنفتح اصابعنا بالشكل هاد. شفنا يا كيجي كيف صار الشكل؟ يعني كيجي لو اجينا حطينا ايدنا بالشكل هاد وايدنا التانية بالشكل هاد وخلينا ماما ترسمها تساعدنا فيها ما في مشكلة. اذا ما عرفتوا ترسموا ايدكم التانية لحالكم منخلي ماما تساعدنا، منحط ايدينا بالشكل هاد ومنخليها ترسم لنا شكل ايدينا التنتين. بنحاول يا كيجي نظبطها شوي عشان تكون الخطوط متساويين مع بعض. هلأ يا كيجي نيجي لهون نرسم الخط هاد، بعدين بنيجي كمان هون وبنرسم الخط هاد. نيجي هون نرسم الرجلين، نيجي كمان هون نرسم كمان الرجلين. منوصل هدول هون منسكرهم. نحاول كيجي نعلم عليهم عشان نقدر نرسمهم زي بعض. بنحاول كمان كيجي حتى هون نعملها على شكل نص دائرة، ما بدنا اياها تكون فيها اي اعوجاج.
شايفين كيجي كيف طلعت؟ نيجي هون نرسم دائرتين، تحت الدائرتين بنرسم مثلث. نيجي يا كيجي بعدين هون نيجي كمان للشقة الثانية، صارت عنا يا كيجي بالشكل هاد. هلأ يا كيجي راح نلونها بالألوان اللي بتعجبنا. رح نختار لون تاني كيجي، أنا هلأ يا كيجي راح ألونها لحالي وراح أرجع لكم بعد ما أخلصها. هلأ يا كيجي رسمتنا صارت جاهزة، إن شاء الله بتعجبكم، بتكونوا قضيتوا وقت حلو معي. إلى اللقاء يا كيجي.